من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل أثناء مشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان الرئيس الأوكراني قد بحث خلال محادثة هاتفية مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. أشاد نائب الرئيس الأمريكي بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الأوكرانية، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة للجهود التي تقوم بها الحكومة الأوكرانية في هذا الإطار.